وقصة الشخص تعرفه يعني. أي هذا الشخص يحب ابنية، صديقك قريب صديقي عليك؟ قريب، زين. فيحب ابنية أنه هي يعني منطيها حقها، يعني مراسلة أو سؤال أو مثل يعني حب حقيقي المتعارف مثل ما عليه، تقول. أي نعم. موقف حقيقي. فكان ذيك البنية عندها امتحانات، فدز لها رسالة أو فد شيء ما جاوبته، قالت لا أنا ما أقدر عندي امتحانات. فمن دخل على حسابها ورا ما قالت لا أنا عندي امتحانات لقاها حاضرته. فهو مني يشوف الموقف أو زين. يعني الكلام اللي حكاه والموقف اللي صار ماكو يعني ماكو يعني قرابة، مبرر قرابة أو مبرر، هو ماكو مبرر هذا الموضوع. على لسانه يقول بساعة تغيروا بس ليش ما أدري، وضميت الحكي اللي ما قايله بصدري، والله استعجلوا بالفرقة مثل الشيب بعدني شكز غيره وبين بشعر. الله الله. والله استعجلوا بالفرقة مثل الشيب بعدني شقز غيره وبين بشعر، أمس عافونا ضحكة بشادر المكتول. الله. أمس عافونا ضحكة بشادر المكتول، أمس عافونا ضحكة بشادر المكتول، وكنت ما خلي واحد منهم بظهري، ويا باكية الجقاير كنت أخلص الليل، بس قام الوجع ياخذني يا مخمري، ويا باكية الجقاير كنت أخلص الليل، بس قام الوجع ياخذني يا مخمري، رسايلهم صفت مثل الجمر بالقاع، يطفيها المطر والماي من يجري، وقفت الوحد وياي بالصبر. وتمنيت بجفاهم يقضي كل عمري، نياشين اشكثر ما لاحوا من القاع، بس انا منفوت القاهن بنحوي، اذا مرهم نياشين اشكثر ما لاحوا من القاع، بس انا منفوت القاهن بنحوي، اذا مرهم حزن ما بي يذوق الزاد، مثل الطبل سوقه ما قدر يشري، إذا مرهم حزن ما بي يذوق الزاد، مثل الطبل سوق وما قدر يشري، وحرت ما بي نقلهم ردة واشتاقية، لو أحزن من صورهم باكر صور.